لحظات مؤلمة عاشها العراقيون ستبقى عالقة في أذهانهم وهم يرون منتخب بلادهم لا يستطيع أن يكمل مشوار أي مشاركة خارجية بنجاح. خرج منتخب أسود الرافدين من البطولة القارية وقبل ذلك من تصفيات كأس العالم، وقبل هذه وتلك الكثير والكثير من المشاركات لم يكتب لها النجاح، فالمأساة متواصلة والمعاناة أصبحت طبيعية في ظل القائمين الحاليين على الكرة العراقية. وكل من يحمل حب هذا الوطن في داخله تراه اليوم حزيناً ومتألماً على واقع الكرة العراقية، فكل موقف لشخص من أبناء هذا الوطن في بطولة سابقة أو في كأس آسيا فيها عشرات القصص والحكايات التي تجسد مدى عشق هذا الوطن للرياضة وكرة القدم، فنجد مصوراً يجهش بالبكاء وهو يقوم بعمله الإعلامي في لحظة خسارة ثقيلة لمنتخبنا وخروجه من المنافسات، وأم عراقية تفطر قلبها وهي تتابع أحداث خسارة المنتخب وردة فعلها الموجعة لها ولمن رآها وكأنها فقدت أغلى ما عندها. وجمهور ومتابعون ورياضيون تمزقت قلوبهم حزناً على مغادرة منتخبنا خالي الوفاض من المنافسات الآسيوية. شوية كافي كافي، ترى تعبنا والله تعبنا. طبعا المنتخب العراقي كنا متأملين به خير وكنا نتمنى الفرحة من عنده، بس للأسف يعني. فالعراقي بطبيعته الفطرية يحمل مشاعر جياشة ومتجانسة بنفس الوقت بين الفرح والألم، فهو ينتظر الفرحة والفوز الكروي وسط جرح كبير من الوضع المعيشي المؤلم. وفي لحظة تأمل ينتابك هاجس غريب فتقول مع نفسك: أي شعب هذا؟ وأي الكلمات التي توفي بحقه وحق ولائه وانتمائه وحبه لوطنه ووسط هذه المشاعر والمواقف التي لا يتحملها إنسان غير العراقي؟ لم نجد معنياً شجاعاً يتحمل المسؤولية ويقدم اعتذاره ويغادر، ولا من يقدر الوضع لكي يظهر ويوضح الأسباب، فلا حياة لمن تنادي أمام من جاء واستمات من أجل منافع شخصية بحتة.